نكشف لحضراتكم تفاصيل صفقة خطيرة بين الجيش المصري والفرنسي وبيان عاجل من تركيا هام بشأن العلاقات الجديدة مع مصر، وننشر لحضراتكم الموعد الأخير لنهاية سد النهضة وردنا منذ قليل، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ننشر لحضراتكم التفاصيل وتفاصيل مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قرب سواحل ليبيا، وعاجل قطارات روسية إلى مصر بعد العيد ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيعشق تراب البلد دي يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، ونكشف لحضراتكم تفاصيل صفقة خطيرة وجديدة بين الجيش المصري والفرنسي. كشف موقع ديسكلوز الاستقصائي أن فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع رافال لمصر، وذكر الموقع في تقرير له أن السلطات الفرنسية صادقت على بيع 30 طائرة عسكرية في إطار صفقة تبلغ قيمتها 3.7 مليار يورو، أي 4.5 مليار دولار. وأضاف الموقع أن التوقيع على الاتفاقية قد يتم بحلول الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى فرنسا. وفي هذا الأمر نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الحكومة الفرنسية أن المحادثات مع مصر بشأن صفقة مقاتلات رافال هي الآن في مرحلة متقدمة جدا، مشيرا إلى أن إعلان النتائج قد يصدر قريبا جدا. وسبق وأن وقعت مصر وفرنسا في عام 2015 صفقة لتزويد الجيش المصري ب 24 مقاتلة من طراز رافال، وكانت هذه أول مرة تبيع فيها الحكومة الفرنسية هذه الطائرة لدولة أخرى. قال تقرير إن الاتفاقية بين فرنسا ومصر تشمل أيضا عقود من شركة صناعة الصواريخ MBDA وشركة سافران الإلكترونيات وللدفاع لتوريد عتاب بقيمة 200 مليون يورو إضافية. الرئيس الفرنسي أكد وقال في ديسمبر 2020 إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطة بحقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة مصر على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب الإخوان والمنتقدين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر لأنه يعني خبر صار جدا لكل المصريين، يعني تطوير سلاح مهم في الجيش المصري وهي قوات الجوية ده شيء يعني في غاية الأهمية. أنا عن نفسي يعني مسرور جدا بهذا الخبر. المصدر معانا كان من رويترز وبعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا، وننشر لحضراتكم الموعد الأخير لنهاية سد النهضة. ووزيرة الخارجية السودانية اللي هي اسمها مريم الصادق المهدي شددت وقالت على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاثة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل يونيو المقبل. الوزيرة أوضحت وقالت خلال لقائها برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإفريقي إن السودان يعطي موضوع الملء الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام باعتبارها قضية أمن قومي تهدد حياة السودانيين على ضفاف نهر النيل الأزرق. من جانبه أعلن رئيس الكونغو رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي خلال اللقاء عن تفهمه لموقف السودان ومطالبه الواضحة، وأكد على أنه سيبذل كل جهده في سبيل إيجاد حل للأزمة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة. لو لاحظنا حاجة في البيان ده هنلاقي إن الدكتورة مريم الصادق المهدي وهي وزيرة خارجية السودان شددت وقالت إن لازم إن احنا نوصل لحل اتفاقي ملزم يحل قضية سد النهضة قبل يونيو المقبل. إذن الفرصة متاحة لحد قبل يونيو القادم، الفرصة متاحة لحد قبل يونيو القادم. بمعنى أنا الرئيس السيسي، وعاوز حضراتكم كده تكونوا متذكرين كلمة الرئيس السيسي إنه قال المساس بمياه مصر خط أحمر. أعتقد أن تحذير الرئيس السيسي كان واضحا لمن يرى ويسمع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر،
وأنا صراحة أتمنى إن احنا نوصل لحل دبلوماسي سياسي يعني كويس يرضي الأطراف الثلاثة ويحقق المصالح للدول الثلاثة، بدل ما تكون خراب على إثيوبيا فقط. هذا من وجهة نظري البسيطة، وأترك لحضراتكم التعليق. المصدر معانا كان من صحيفة سونا السودانية وارتي وبعض الوكالات السودانية. ننتقل لخبر آخر معانا، وبيان عاجل من تركيا هام بشأن العلاقات الجديدة مع مصر. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اسمه عمر جليك، طلع وقال ان تركيا تعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث القضايا المهمة مع مصر. وقال خلال مؤتمر صحفي تعليقا على زيارتي وفدين رفيعين من تركيا الى كل من ليبيا ومصر، انهما لا تأتيان في اطار ملف واحد، والحديث يدور عن قضيتين منفصلتين، يعني بيفصل ما بين القضية المصرية والقضية الليبية من وجهة نظر تركيا. وقال ووضح اعمالنا متواصلة مع ليبيا وتمر بمرحلة حيوية، إما قضايانا مع مصر فنعمل على تشكيل آليات جديدة لبحثها. وقال بأن زيارة الوفد التركي للقاهرة تأتي في هذا الإطار، وأكد ضرورة تباحث الطرفين بشأن قضايا أمنية إقليمية على رأسها مسائل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل اتفاقيات التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط. ولفت وقال إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير آلية الحوار بين مصر وتركيا بشكل فاعل أكثر في المرحلة المقبلة، سواء على صعيد البحر المتوسط أو العلاقات الثنائية. يعني المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بيستبشر خير في العلاقات بين مصر وتركيا. وأمس وصل وفد يضم كل من وزيري الخارجية والدفاع التركيين تشاوش أغلو وخلوسي أكار إلى ليبيا لإجراء محادثات مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وبالتزامن مع ذلك توجه وفد آخر برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى مصر في أول زيارة من نوعها منذ عام 2013. وزي ما حضراتكم عارفين العلاقات مقطوعة من 2013 لأن تركيا كانت تدعم جماعة الإخوان الإرهابية. هذا الأمر كان يعني واضح جدا من القنوات اللي كانت بتبث من أراضيها، قنوات الإخوان. ونكمل مع بعض البيان اللي قاله المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا. وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية في وقت سابق أن هذه الزيارات يمكن أن تنتج عنها تعاون جديد بين مصر وتركيا، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا التي كاد أن يؤدي النزاع فيها عام 2020 إلى مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا. يأتي ذلك تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا. وطبعا نتمنى الخير لمصر أولا وثم لباقي دول المنطقة، عشان يعني لما بيكون في دولة مهددة في المنطقة ده بيشكل تهديد على باقي دول المنطقة. هذه وجهة نظري، وأترك لحضراتكم التعليق. المصدر معانا كان من الأناضول. أنا أتمنى إن العلاقات بين مصر وتركيا تكون كويسة، بشرط واحد، إن تركيا أو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ما يدعمش الإخوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. نعرف منين إذا كان بيدعم تنظيم الإخوان بطريقة غير مباشرة؟ ده مش شغلي، ده شغل المخابرات العامة المصرية والأجهزة الأمنية في مصر. وأيضا أترك لحضراتكم التعليق، منتظر تعليق حضراتكم على هذا الأمر. ننتقل لخبر آخر معانا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية. ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. أجهزة الأمن المصرية استطاعت عن الكشف عن تفاصيل كاملة لأكبر عملية نصب على المواطنين والتجار في الصعيد وعدة محافظات في مصر. جاء ذلك بعد أن تعددت البلاغات التي تفيد بتعرض مواطنين للنصب من تشكيل عصابي، حيث أن عناصر هذه العصابة كانت تقوم بإقناع هؤلاء المواطنين بامتلاكها ثروة طائلة خارج مصر، وأنهم يرغبون في استثمارها داخل مصر. التشكيل العصابي ده كان بيتكون من 3 سيدات، 2 منهم بيحملوا جنسية دولة أجنبية وواحدة مصرية. والتشكيل ده كان بيعمل على موقع التواصل فيسبوك بأسماء أشخاص أجانب. التحريات بينت أن المتهمات يقومون بعملية النصب ويخططوا لهذه العملية، والسيدات دول كانوا يعني بيرسلوا مقاطع فيديو مفبركة لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية
التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى مصر، وذلك في إطار إقناع الضحايا من أنهن من أصحاب الأموال. تمكنت الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط 2 من المتهمات، وبمواجهتهن أقرتا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة، حيث أوضحت إحداهن أن دورها يقتصر على استغلال حسابها البنكي بأحد البنوك الوطنية في تلقي إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عمولة. المصدر معانا كان من الوطن، تحية كبيرة من الداخلية المصرية. طبعا يعني من وجهة نظري الشخصية الشغل الكبير أو المجهود الكبير كان على مباحث الإنترنت، لأن هي يعني المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، فتحية كبيرة. ننتقل لخبر آخر معانا، وللأسف تفاصيل وفاة 50 شخصا بينهم مصريين قرب سواحل ليبيا. قال أحمد مخلوف رئيس قسم الهجرة بالهلال الأحمر الليبي إنه تم انتشال جثث ما يقرب من 50 شخص توفوا بسبب غرق مركب هجرة غير شرعية بالقرب من سواحل مدينة الزاوية الليبية. وأضاف مخلوف في تصريحات لقناة القاهرة 24 أنه يوجد مصريون بين الجثث التي جرى انتشالها، ولكن لم يتم تحديد عددهم، إضافة إلى جنسيات إفريقية أخرى. وقال إن ما بين المتوفيين 3 عائلات كاملة كانت في طريقها لأوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية، ووضح إن طواقم الإنقاذ لم تنتهي بعد من انتشال باقي ضحايا ومصابي الحادث. وكانت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قد صرحت بأن مركبا يحمل مهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم إلى أوروبا انقلب في البحر الأبيض المتوسط قرب سواحل ليبيا. المصدر معانا كان من RT، ربنا يرحمهم يا رب ويصبر أهالي الضحايا بإذن الله. ويعني مش محتاج يعني أنصح إخواتي، بلاش الهجرة غير الشرعية، بلاش يعني إن احنا نصبر ونشتغل على نفسنا، ده شيء أفضل إن احنا يعني نستسهل ونسافر بطرق يعني غير شرعية. ننتقل لخبر آخر معنا، وعاجل قطارات روسية إلى مصر بعد العيد. وكشف مصدر مسؤول بهيئة سكك الحديد المصرية عن قرب وصول دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية لمصر عبر ميناء الإسكندرية. ونقل وسائل إعلام مصرية عن المسؤول في سكك الحديد أنه من المقرر وصول دفعة عربات القطارات الجديدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتنضم إلى باقي العربات الروسية التي وصلت حتى الآن بواقع 301 عربة جديدة قادمة من روسيا وهنغاريا المصنعة لعربات الصفقة. يذكر أن هيئة سكك الحديد المصرية كانت قد وقعت عقدا مع شركة ترانسماش الروسية الهنغارية لتصنيع وتوريد 1300 عربة قطارات تشمل 800 عربة مكيفة و500 درجة ثالثة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة منذ تاريخ سكك حديد مصر. والعربات المكيفة هي 180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمة الصفقة ما يقارب من 1 مليار يورو. وتتوزع الصفقة بين روسيا وهنغاريا، حيث صنعت روسيا حتى الآن 243 عربة من إجمالي 620، بينما تصنع هنغاريا 690 عربة. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق، وبالتوفيق إن شاء الله في استلام دفعات القطارات موعد وصول الدفعة التالية بعد العيد بإذن الله. ونتمنى الخير لمصر وشعبها العظيم، وتحيا مصر. ويجينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، وكان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا IEB على يوتيوب نفس الاسم إسلام الأمير مصر ميديا IEB على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.